أهلا بحضراتكم مرة تانية، لسه معاكم من خلال الأهلي ليلة. وفي بداية هذا اللقاء نرحب بضيفنا الناقد الرياضي المتميز في صحيفة الأهرام الأستاذ ممدوح فهمي. مساء الخير، أهلا بيك وسعداء بوجود حضرتك معنا. ربنا يخليك. هبدأ قبل ما نتكلم، عندنا أمور فنية كتير جدا، الجمهور عايز يسمع طبعا آراء ضيوفنا في برامجنا المختلفة ومنهم حضرتك بشأن مباراة الأمس والتأهل على حساب الهلال السوداني وبعض الملابسات أو الظروف الاستثنائية اللي سبقت المباراة وكانت في الدقائق الأخيرة. خلينا بس نقف شوية مع الخبر الأول اللي بدأنا بيه حلقتنا النهاردة، ألا وهو ما أبداه نجم حراسة المرمى في النادي الأهلي ومنتخب مصر، وطبعا كان الحارس الأول خلال سنوات ماضية وما زال من عناصر القوة في الفريق الأول، شريف إكرامي، بيبدي رغبته في الانتقال لتجربة أخرى، وأنه يعني اكتفى بعامين جاهد فيهم بشدة والكلام على لسانه، رغبته في المشاركة والوجود داخل الملعب. رأي حضرتك إيه؟ نبدأ حاجة الأول ماتش الهلال نبدأ بشريف إكرامي. شريف إكرامي حارس متميز، حارس عنده خبرات عالية جدا، قائد محترم للاعبين والفريق بأمانة، يعني بيعرف يلم اللعيبة حواليه. أنا كان في وجهة نظري إن هو كان ينتظر، لأن أنت في مرحلة فاصلة، يعني في مرحلة بأمانة ربنا محتاجة شوية من الهدوء. أنت بتتكلم عن أفريقيا، دوري أبطال أفريقيا، وأنت الكبير بتاع الناس دي، فالكبير لازم ما يجيش في الوقت ده يقول الكلام ده، ما ينفعش خالص. يعني أنا كنت أتمنى هو ينتظر حتى انتقالات صيفية. أنت إيه؟ أنت مكمل مشوار، ما فيش شك إن قعدة كابتن شيف على الدكة شيء مش كويس او بتاع، بس هي ظروف اللعب، هتعرف اي حته في الدنيا، وحارس مرمى واحد هو اللي بيشارك وانت بتبني عليه. في ليفربول هتلاقي حياتك بيكا اليسون البرازيلي، ودوت تلاقي مثلا في مانشستر هو واحد، لكن انت بتتكلم في ايه؟ انت الكابتن بتاع الناس دي، مطلوب الهدوء، ما ينفعش انا اطلع اقول امشي، ما ينفعش خالص، لا توقيته ولا زمنه مظبوط. ده تحفظ ايه كابتن شريف إكرامي؟ انا بحترمه جدا، وكتبت مره عنه مقاله في الاهرام وزعل مني، وحتى الان اتقال زمني عبد الحكيم ابو علم ممدوح فهمي له ومالي. انا كان تحفظي عليه كان ليه اخطاء بسيطه، هو حاسس ان هو متميز، لكن بينك انت بقيت الكبير بتاع اللعيبه، يبقى مطلوب الهدوء، مطلوب انت تحتوي تلم بحضرتك لغايه ما الدنيا تعدي والاهلي يتوج، وانت متوج وتستلم ان شاء الله ان شاء الله كاس افريقيا، ساعتها ممكن تقول تعالى. حضرتك هنا بتتكلم عن الصالح العام للفريق طبعا، علشان طبعًا الكلام ده ما يفتحش باب امام لاعبين اخرين يكونوا مهمين بس مش بيشاركوا لحسابات فنيه في المرحله دي، لكن قد نحتاج جهودهم فيما بعد طبيعي. فما يبقاش ده مدخل لحديث متكرر من اكتر من لاعب عن بعمل شارخ انا بعمل شارخ لا وقت ولا توقيت، انا داخل على دور 8 خرج نظام نوك اوت، خرج مغلوب، عن مكان دوري ان شاء الله ان شاء الله تقريبا شبه محسوم، عندي كاس، عندي بطولات كتيره، فانا بالتالي انا ككبير الاهلاويه دلوقتي في النادي كلاعب لا سامع هوس ما اتكلمش. سؤال تاني ممكن الناس تفكر بطريقه تانية يا استاذ ممدوح، حتى انا نفسي اعرف اذا كان الحسابات دي موجوده عند نجمنا شريف إكرامي ولا لا. فكره انه اي نادي بحجم النادي الاهلي وعنده طموحات النادي الاهلي انه ياخد كل بطوله، يحصل على كل بطوله بيشارك فيها، تمام، هل اكتفي بحارس اساسي متالق في المرحله دي زي الشناوي وهو باجماع الاراء في افضل حالاته الفنيه والافضل على الاطلاق عليه، ام نحتاج الى ان يكون البديل الحارس الثاني والثالث كمان عشان وقت الاحتياج اليهم في حاله لا قدر الله اصابات او ايقاف اي ظروف تمنع الشناوي من المشاركه، ان يبقى البديل عندي حارس عنده خبره زي شريف إكرامي؟ بالظبط، هو الزمالك على الموسم اللي فات يا محمد عنم ايه جنش اتطرد ومش عارف مين اتصاب ومش عارف، في الاخر اخر ماتش لعب تقريبا عرفش عمرو السعيد ولا عمر سعيد، حد لعب حارس مرمى، فهل نحط ده نفسه في مكانه؟ هل مع احترام البديل لشيف الشناوي قادر يبقى عنده خبرات يقود الاهلي في المرحله دي؟ لا، ده نقطه من اول السطر دي. انا اعتقد كابتن شريف إكرامي، انا اسف، هل المعبد على دماغ الجميع في الوقت ده؟ انا طالع دور الثمانيه نوك اوت، عندي خروج مغلوب، هلاعب ربما مازيمبي الترجي، ممكن اي ظروف تقودني يبقى موجود في الملعب بكامل تركيزه في الفتره دي، كابتن الشناوي يتعرض لإيقاف، ده وارد، حارس مرمى بعد الشوط يتصاب، هعمل ايه ساعتها؟ شريف إكرامي بتقله تاريخه باسمه لا يوزن في الاهلي، واعتقد انه عند جمهور الاهلي حاجه مهمه انه مطمئن ان عندنا الشناوي وعندنا عندي ظهر تاني، يعني عندي حراس عندي اقدر اعتمد عليهم كلهم وانهم على درجات متقاربه جدا في المستقبل، يعني انا هو يعني على الاقل كان يعني ايه يعني برجاء الصمت حتى نهايه البطوله ان شاء الله جت الفرصه تشارك، اوكي ما جاتش يا اخي لما تتوج في الاخر باذن الله، ما انت الكابتن هتشيل الكاس، يعني في الحالتين انت المستفيد، فاستنى، لكن في التوقيت ده جاي تفتح ملف احنا بنحاول نلمه التجديد للرباعي وتجديد لكذا وتجديد لكذا، والاهلي مش يعني هل بتتمنى يا استاذ ممدوح انه يتم ارجاء الحديث من اي نجم في الفريق تماما عن اي امور تتعلق بالتجديد من عدمه تماماً او بالاستمرار من عدمه او رغبته في انتقال نادي اخر او البقاء مع النادي الاهلي الى ما بعد نهايه الارتباط؟ استاذ محمد، هو احنا عاوزين دوري؟ الاهلي عاوز دوري؟ الاهلي شبع دوري، يعني مع احترامي كده شرب دوري بالنسبه له خلاص خلص، انت بتكمل افريقيا، انت كل الناس بتتكلم عن افريقيا، انت من 2013 خدش البطوله مظبوط، ماتش كاس عالم الانديه، فانت التارجت بتاعك عالي، انت لو على الدوري مع احترامي اروح انا وسيادتك نضرب الاهلي سهله،
الاهلي بيبان حاضر زي ما بيقولوا، اي حد بقى ياخد الدوري هو ماشي جنب النادي، لكن افريقيا لا، محتاجه مدير فني فاهم، محتاجه لعيبه خبرات عاليه جدا، محتاجه منظومه تبقى فيها هدوء تماما. انت بتتكلم مستوى افريقيا تقدم يا استاذ محمد، انت بتتكلم مدى مازيمبي عامل ايه وميزانيته قد ايه، الترجي عامل ايه، النجم الساحلي عامل ايه، وبعد كله بيتحارب ليه؟ لان افريقيا ده بوابه ذهبيه، دوره بكاس عالم انديه عندك، فانت بتاخد فلوس، تبقى في افريقيا بتاخد ميزانيه عاليه جدا، جايز عالي. ده كله هياخده. هنا هل حضرتك بتوجه دعوه لكل نجوم النادي الاهلي، كل من يشارك كل من لا يشارك، البديل والاساسي انهم يكونوا على نفس درجه التركيز والتفكير في احتمالات احتياج الفريق لجهودهم في المرحله دي؟ أيوة. وان اي حديث عن اي شيء تعاقدي يبقى بعد نهايه البطوله الافريقيه. هو سيادتك حاليا نادي ليفربول بكل اللي عامله في الدوري ده، هل يقدر حد يتكلم؟ حد ماشي يقول لك محمد صلاح ماشي ومش عارف وكذا، اللي يتكلم يتكلم. النادي جوه في هدوء، ما يطلعش لعيب من عنده وانا ماشي، ما ينفعش، ما بيلعبش يا فندم، ما يلعبش. ده روبرتسون الكابتن بتاعهم ما بيلعبش الشوط الثاني، وبحضرتك بينزلوا يوجي كلوب، ميلنر اسف، ميلنر بيلعب الشوط الثاني واللعب، هل يقدر يتكلم ويمشي؟ خالص. انا عندي ميشن زي ما بيقولوا، عندي مهمه، عندي دوري انجليزي ما خدتوش بفترة طويلة، عندي خصوصا ان كان مشكله فنيه حضراتكم، تقييم كتير من النقاد والمتخصصين والمدربين في السنين اللي فاتت كان ان الاهلي ناقصه ان تبقى دكه البدلاء جامدة على نفس مستوى الملعب. برافو عليك. ويبقى عندنا بلغه الكوره دكه بدلاء تقيله، ما هو ده اللي بيفرق معاك فده اللي موجود دلوقتي، فاحنا محتاجين ده سلاح للاهلي بالظبط كده. فانت تيجي النهارده تشيل من ده هنا واحد وتشيل من هنا حد، طب انا هفضي بقى، طب ان كيس لو حصل اي ظرف، لعيب بعد شويه صعب، لعيب بتوقف، هعمل ايه؟ انا كل التارجت بتاعي مش دوري، الدوري يا فندم خلاص. عموما انا على يقين ان دعوه حضرتك دي في محلها، وانه عشان بنحب الكابتن شريف طبعا، كل يعني انا شريف حد محترم، يعني هو هنا المثال طبعا عن اللي قاله طبعا نجمنا شريف اكرامي، لكن اعتقد ان كل اللاعبين هيفكروا بنفس المنطق اللي حضرتك بتقوله ده دلوقتي، انه هيتم ارجاء اي حديث لما بعد نهايه مشوارنا في البطوله الافريقيه، وان شاء الله تكون المشوار ده يكلل بالنجاح باذن الله تعالى. يا رب يا رب. ننتقل للبطوله الافريقيه، شايف ازاي مباراه الاهلي والهلال؟ نبدا فنيا وبعدين نتكلم عن اي امور تانية حضرتك عايز تتكلم عنها. الاهلي امبارح حقق المهمه 100% والطموح 50%. ايه المهمه؟ صعدنا دور الثمانيه. ايه الطموح؟ نبقى اول مجموعه. ده ما حصلش. ده حصلش بقى ليه؟ لان احنا للاسف احنا نازلين الملعب كنا هايلين، ماسكين الكوره بشكل محترم جدا ورايح للجون، والفريق الهلال انطفى قدامك. ليه حضرتك؟ هو قلقان منك، وبينه وبين حياتك التنس والتوتر اللي في الملعب والجماهير الكبيره وضغط العصب على اللعيبه خلت الهلال اوريدي قلقان منك. يعني واللي حصل قبل المباراه كان واللي حصل قبلها في تصعيد ملوش اي مبرر، تمام، والحمد لله ان كان في استجابه وتاكيدات من اشقائنا المسؤولين في السودان على انه اي حد بيخرج على القانون او بيتجاوز بيتم عقابه والتعامل معاه يعني بتجريم ما فعله لو كان في خروج على القانون او اي خروقات للقانون. يعني كان في شويه تصعيد ملوش اي مبرر. مظبوط. كنت مع الدكتور اشرف صبحي انا قبل الماتش ده ب 48 ساعه، فقال لي عباره عجبتنا وقال لي ازاي نخاف على اولادنا وسط اهاليهم. صحيح صحيح. التعبير ده عجبني قوي. قلت له دكتور لا برافو على حضرتك بصراحه. قال لي ازاي دول ولاد، دول دي بلدنا ودول ولادنا، نخاف عليهم ازاي؟ فانت بتتكلم امبارح الاهلي عامل ماتش كويس قوي، يعني فايلر امبارح قرا الماتش بشكل رائع، مسيطر، ماسك كوره، رايح للجون، بس انت كانت مشكلتك ايه؟ ما بتترجمش دوت لاجوان، جات لك كذا فرصه. شاف اكتر من فرصه هايل، هدف محقق بنسبه 80% بالظبط، ممكن نطلع 2 او 3 1 لينا. المشكله في ايه؟ المشكله الكبيره دي يا استاذ محمد، الفرصه فيها ما بتجيلكش تاني. انت بتتكلم على مواجهه الكبار، الكبار فيها الغلطه بجون، الغلطه في فرص، فانت جالك امبارح فرص. فالمشكله زي دي الكبيره سواء مع النجم، مع الترجي، مع صندوق، مع مازيمبي، مع الفرق الكبيره دي، انت اداك الفرصه تخلص. اي تهاون انت بعد كده بتشيل، وده اللي حصل. انت اخر 10 دقايق احنا شبنا، انا الحكم مدي ربع ساعه وقت زياده، وقت اضافي، انا بتعب بصراحه، ما انا متوتر جدا جدا. أي هدف ممكن يعني بعد الشوط اي هدف كان ممكن يخرج الاهلي. فانت بتتكلم الاهلي امبارح عامل ماتش هايل جدا لغايه ما جه الجون بتاع الهلال، في نفس الوقت كان في فرص عندك كان ممكن تخلص بقى الماتش. انت مشكلتك لازم عندك حد يخلص، الماتشات الكبيره دي محتاج فيها تخلص. طيب هل مطلوب اكتر من ان الاهلي جدد واضاف لتعاقداته المميزه الكثيره في الفترتين، تمام، اللي فاتوا، تمام، الصيفية والشتوية؟ مظبوط. أضاف اسمين مميزين جدا عندهم أرقام جداً، يعني كهربا وأليو بادجي. أليو بادجي هل مطلوب منه دعم الفريق هجوميا مع العناصر أصلا اللي موجودة اللي كلها نجوم أكتر من كده؟ لا، أنا كنت هنا سيادتك يعني كنت مقال محترم تفضلت مشكورة، كنت موجود هنا وقلت لهم الأهلي محتاج راس حربة بأمانة. ليه؟ أنت متخيل عاوز راس حربة هجام، هجام زي أليو بادجي ما شاء الله، يعني طول وعرض وحاجة مفزعة وسرعات عالية جدا ومهارة. ده 10 10، دي صفقة أنا بأمانة ربنا حاجة محترمة جدا. فأنت بتتكلم كل الهم دلوقتي إن لعيبتي قدام الجون
تخلص. يعني ما فيش داعي يا جماعه الماتشات الكبيره دي فيها تهاون، الفرصه تجيلك تخلص فيها. سواء حسين الشحات ما كانش موفق امبارح، مروان محسن برضه مش احسن حالاته. تعليماتي اللعيبه بتاعتي قدام الجون يا جماعه نركز زي ما انا ورا بقفل، وبقفل كويس جدا لما تجيلي فرصه او اثنين وبره ارضي مع فريق كبير. شئنا وابينا الهلال فريق كبير. طيب الجمهور مبسوط بدرجه طبعا، مبسوط بالصعود والتاهل، بس فنيا حتى كان في مطالبات الفتره اللي فاتت ان الاهلي يبقى اكثر شراسه فنيا وطموح فنيا في الفوز خارج ملعبه. صح، بدانا بده، عملنا ده امبارح وكنا لينا السبق في التهديف. دي حقيقة. هل احنا محتاجين نركز على ده اكتر؟ يعني الماتشات اللي جايه محتاجه ان ابدا ابادر بهدف، ولو تحقق احراز هدف ابدا افكر في الهدف الثاني خارج ملعبنا. صح، ده اللي بيحسم يا استاذ ممدوح. اه ده تمام. ليه بقى؟ حاليا زي ما يقول لك ايه، او حتى مقول الهجوم خير وسيله الدفاع. طول ما انت بتضغط على المنافس وبتخطفه بدري حياتك بتضمن تكسب. ليه؟ وانت على ملعبك ما تضمنش الظروف عامله ازاي. باد لك يبقى معاك، اوف دي يبقى معاك، حكم مش موفق معاك. لكن وانت بره لما بتجيب جون او باثنين انت نفسيا 50% صعدت نفسيا. تيجي بقى هنا ما توفقش، لكن علت. لكن انت حكايه انت تخسر بره فريق جون تبقى حسمت المشوار بنسبه 60% بالظبط، خلصت انتهت، والمنافس جاي لك وهو مكسور او معنى صح معنوياته قليله قوي قليله قوي. ده المينتاليتي حتى بتاع انديه اوروبا اللي هو بيقول لك ايه، انا بره ملعبي هعمل نتيجه احسن من جوه ملعبي. ليه؟ انا بره ملعبي الجول اولا بجونين ده رقم واحد، ثانيا نفسيا بيجي لي المنافس وهو زي ما حضرتك قلت كده نفسيا قليل، فانا بضغط عليه زياده. لكن لو انا بره بعد الشهر بخسر بزياده كبيره، هاجي انا الضغط عليا انا، فالجا لده. فاللي عمله الاهلي امبارح مع الهلال في اول شوط وغايه الشوط الثاني تلتين وحتى كان هايل جدا، تفكير محترم. نجم ماتش انت نجم الساحلي اللي خسرته كان فيه اخطاء، بلاتينيوم كان فيه ظروف، لكن هرجع اقول برضو الظروف بتاعت امبارح بتاعت الماتش. هو الجمهور قال كمان يعني بالظبط في مباراة النجم الساحلي الجمهور كان بيلتمس العذر للفريق ان في حالة طرد، وان الحكم ما كانش على ملعبه في تونس من اصحاب الخبرات الكبيرة. مع بلاتينيوم الجمهور ما كانش راضي على النتيجة لانه كان شايف ان الاهلي اقدر فنيا وبالخبرات. ما هو ده اللي تعبك ماتش بلاتينيوم. ماتش بلاتينيوم ده هو اللي قلب لك الدنيا. انت بلاتينيوم النقطة الوحيدة اللي خدها منك انت. يعني بلاتينيوم خد من الاهلي النقطة الوحيدة في الموضوع. وهو الثلاث نقط دول لو كنا خدنا الثلاث نقط من هناك في زيمبابوي كانوا فرقوا جدا. كان ماتش قلب بالنسبه لك تحت حاصل، انت اول مجموعه، فانت بتحط نفسك في موقف زي ده. لكن المرحله الجايه لا، نوك اوت، خروج المغلوب، انت مش متحمل. يعني انت هتلعب الماتش الجاي بقى، تشوف القرعه يوم الاربعاء ان شاء الله، اللي الاربعاء الجاي ده هنشوف هنلعب مع مين. لكن انت بجميع المقاييس محتاج تبقى بره شرس اكتر من تجوه شرس. التدوير مستمر لحد ما تخطينا دوري المجموعات في دور ال 16 في بطوله افريقيا. تمام. ايه اللي جاي يا استاذ ممدوح؟ هل بتعتقد انه فايلر والجهاز المعاون هيواصل الاعتماد على نفس النتيجه طالما بتحقق الاهداف، ولا بتتمنى تشوف تثبيت اكتر لبعض العناصر او لشكل اساسي لتشكيل الفريق؟ فايلر بامانه انا معجب بيه جدا، وطريقه تفكيره عجباني وتدويره حلو قوي. بس انا اتمنى في مباريات في لعيبه ما اقدرش استغنى عنها. يعني محترم مجدي قفشه الماتش اللي فات كنت انا محتاجه، مش اللي هو بتاع امبارح اللي قبليه بتاع النجم، كنت محتاجه جدا. مجدي قفشه كورته حلوه قوي ولعيب كويس قوي، رمانه مزاد في مستر الملعب وحافظ مكان البلاي ميكر، وحافظ مكان، انت كده جبت من الاخر. حافظ المكان وتمريناتهم 10 10. فانت في لعيبه انا كمشجع او انا كواحد بتابع يهمني وجوده في الملعب. انت ليك رؤيه مختلفه، اديني البديل على نفس المستوى. كان واضح يعني انت زي مثلا مروان محسن انت مش مقتنع بيه او واتس ايفر، لكن عندي مثلا اليو بادجي، ابدا اليو بادجي مساحه، ادي كهربا مساح. ليه؟ كهربا لعيب هداف بالفطره ودريبلر، ودريبلر برافو عليك. يعني واحد مع واحد هايل، يعني تحس ان هو يعني وانت قاعد كده لا هيخلص. محترمنا مروان محسن ما عندوش ده. مروان هيدرز رائع، راس حرب كويس، لكن طبيعه اداؤه اقرب لانه قناص مهاجم صريح، مش لاعب عنده المراوغه كتير. لكن كهربا وانا قاعد لا هيخلص لي. اليو بادجي ده بستايله لا لعيب جامد ومهاجم هداف. فانت انا بقول انت اوكي التدوير 10 10، بس لو هتشيل حد حط لي نفس الحد الثاني مقبل سيادتك بس نفس الكفاءه. يعني شيل لي مجدي قفشه لاي سبب سواء عقاب، بس اديني حد مكانه وانا قاعد يبقى قاري ملعب صح. هي انواع بقى، في لاعبين زي اليو بادجي ومروان محسن تمام ايا كانت درجه الاجاده، بس هو ده نوع. النوع الثاني اللي زي اجايي وكهرباء اللي هو بيقدر يلعب دور البلاي ميكر احيانا ومراوغ ويتحكم بالكوره، عنده كنترول ومهارات ويقدر يلعب راس حربه. برافو عليك. هي محيره العناصر اللي موجوده في الاهلي دلوقتي في الهجوم مديه وفره، واعتقد انها عامله حيره في الاختيار. ما انت بحك تعمل ايه؟ انا محتار بقول لك، انا مروان محسن بقى ماتشين ثلاثه مش موفق. انا شخصيا بقول لك وجهه نظري، انا هنزل حد
اجربه افضل. يعني انا نازل كهربا مثلا سي من اول شوط الثاني اديله مساحه، اليو بادجي الولد بامانه ربنا جاي وجاي كويس قوي كمان، اديله مساحه ابدا يعني اديله فترته اجاي. انا مقتنع بيه تماما، في اجماع في لعيب جامد قوي، لعيب انا ببقى كده يعني. وانا قابلته في النادي الاهلي وقعدت مع عمر الاهرام، لا لعيب بيعجبني وانا قاعد كده في الملعب، يا يجيب جون يعمل تمريره رائعه يتحرك صح، لعيب في الملعب تحفه. بس كمان في ميزه ان لغه الكوره يتقال عليه لعيب راسي بالظبط، بيتصرف في الكوره على مهله، بيفكر كويس، مش متسرع، ما عندوش تسرع يعني، اعصابه هاديه حتى ما الكوره بتبقى معاه، بيعرف حلو. يفكر ويتصرف كويس، برافو عليك. وما تقلقش والكوره معاه، هيباصي كويس، هيمرر كويس، هيشوط بشكل محترم، بياخد بوزيشنز رائع جدا، فعلى بعضه كده مكسب اهلي. طيب ما هو هل احنا بنفكر برضه في تشالنج، تحدي طول الوقت على الجهاز الفني وعيب عليه في الاختيار، لانه بيقيس على اللعيبه وهي بتلعب الدوري. تمام. الافضل بياخدوا الماتشات افريقيا الصعبه. تمام. قبلها باسابيع قليله، الاسابيع اللي فاتت في المباريات الاخيره في الدوري مروان عامل مباريات كويس. تمام. وكان بدا يرجع للتهديف. تمام. وهدفين في مباراه واحده. مظبوط. فبدا ده بيخلي الجهاز الفني يبني طموح على حاله وجاهزيه اللاعب. حلو. احنا بس مشكلتنا في مصر اللاعب مستواه متغير شويه صح. هي بقى دي الكارثه بقى. دي الكارثه، دي كارثه. لكن انا بقول مروان مفترض، مروان على خبراته في منتخب او النادي الاهلي خلاص بقى المستوى نسبيا يثبت مفترض. انت النهارده انا وانا واقف، هي مهمه راس الحربه ايه عندي؟ يا اجيب اجوان يبقى محطه، يا اما يبقى مساحه، احنا اتعلمنا كده. لكن انا بحسش وجودك في الملعب، لا مش هينفع. يعني انا بحك الولد بتاع الاهلي الجديد اللي هو اليو بادجي لما نزل انا حسيت بيه بيتحرك وحش في الملعب ما شاء الله بيجري. كهربا لما نزل صحيح ضيع، بس انا حسيت بيه. انا مرات ما حسيتش بيك. انا كمان انت لعبت زي مثلا شوط وشويه ما حسيتش بيه. يعني هنا حضرتك بتقول ان في لعيبه منهم مروان من وجهه نظرك عندهم افضل من كده، بتتمنى منهم افضل لان خبراتهم وامكاناتهم تسمح باداء افضل بكتير. انت لو انت بتمثل مين؟ وده من ثقتنا في قدراتهم النادي الاهلي. الاهلي ده حاجه جامده جدا، خلي بالك مش في مصر، على افريقيا كمان. فالاهلي ده راس الحربه بتاعه ده يبقى وحش في الملعب، يعني جوان تحركات. واضح من الكلام كله وبين السطور ان حضرتك نفسك التشكيل يثبت بشكل اكتر في طول افريقيا. ولو شلت حد في الترس حطيه نفس الحد تاني زيه في نفس الترس نفس مستواه. يعني انا بتكلم على قفشه بصفه خاصه، ان الولد ده عاجبني قوي. هتشيل قفشه من الماتش حط لي نفس القفشه بس نفس المستوى، يعني ما تشيليش قفشه والاقي لعيب نازل اقل منه، البالانس بيبدا بتاع. ما هو خلاص هي اتحسمت الفتره اللي فاتت حتى في الدوري، اعتماد فايلر على مجدي قفشه بيبدا كاساسي، وفي طوله افريقيا في 90% من المباريات هو بلاي ميكر الفريق، وفي حاله عدم وجوده في الملعب لاي سبب او عدم البدء بيه بيبقى جاي في المكان ده. ما هو يعني ده اللي كنا شايفينه في كل الماتشات اللي فاتت. انا معاك، انت في ماتش النجم ما لعبتش قفشه، انا كان في دروب عندي في خاطر وسط الفريق كان محترم، انت جبت جون صعب جدا وبصعوبه اللي بتاع جاي، ما رحتش للجون كتير. يعني النجم الساحلي كان مزعج قوي، انت وبتاع برده قلقان، مفيش حد عندك مهارات مزاج في وسط الملعب. لكن بيقول لعيب ده زي ده بالمهارات دي ما شاء الله وكذا، انا عارف انه هيقل الملعب راس على عقب، كوره واحده هتوصل. لا وكمان لاعب بيقدر يجيب اجوان وما شاء الله عليه وهداف. فانت بتتكلم برده في لعيب يعني لازم يبقى نفس الثقل. انت بتتكلم في افريقيا، ما بتتكلمش انت في الدوري بعيد، انت في الدوري بعيد خالص، انت في الدوري حته ثانيه بتديها في حته تانيه. لكن انت بتتكلم على افريقيا، المرحله الجايه محتاجه فول باور، محتاجه ناس جامده جدا، محتاجه لعيب تجي له الفرصه هو لما بسمع لها. الحديث ده من اي حد في جماهير النادي الاهلي في اي مكان يا استاذ ممدوح، لما كان بيقول عايزين دعم للفريق وصلنا للمرحله اللي ما نقدرش نقول فيها الجمله دي حاليا، انه تم دعم الفريق بكل الاعمار. انا قلتها لحضرتك هنا المميزه اللي ممكن تضاف للفريق. انا قلتها مع زميل عزيز امير، قلت له الاهلي محتاج راس حرب، فلقيته ربنا يكرمه جابوا لنا اليو بيدجي وجابوا كهرباء رائع. كان محتاج وسط ملعب عشان صالح جمعه كان بيتدلع، صالح جمعه ما كملش، جالنا قفشه رائع. فانت كده مفيش كلام تاني. وحتى في خط الدفاع لا بقى عندك كذا حد، عندك رامي ربيع وعندك ياسر ابراهيم وعندك ايمن اشرف، بقى عندك البدائل. بس انت بتتكلم محمود متولي ورامي ربيع وياسر ما شاء الله وايمن اشرف، فعندك وفره انت مش محتاج. بس المهم التوظيف صح، رقم واحد، واللعيبه تبقى عندها سنس. انا عجبني الفايلر تدور ده في ايه؟ اللعيبه بينزل هو نفس اللي بقى جوه، مش بعيد فعبال ما يرجع ياخد وقت، لا لا خالص، الدنيا دايره كده. طب هل مؤشرات دفاعنا، يعني الاهلي برضو عنده وفره او عنده تميز او ميزه عن باقي المنافسين في بطوله افريقيا في عدد اللاعبين المميزين اللي عندهم موهبه او قدرات فرديه خاصه في خط الوسط المهاجم وفي خط الهجوم حاليا؟ مظبوط. في الدفاع كان قلق الناس الفتره اللي فاتت رغم ان العناصر بقت كويسه جدا وفيها وفره، رغم كان في اصابات طبعا مع الطلال. طيب. بس تكتمل الصفوف. طيب. هل حضرتك شايف ان اداء الفريق دفاعيا خارج ملعبنا حاليا بيتطور؟ الاخطاء اللي شفناها في الموسمين ثلاثه اللي فاتوا بدانا نتلافاها او نتفاداها ولا لا؟ الارقام بتقول ايه؟ الاهلي اقوى خط هجوم والاهلي اقوى خط ايه؟ دفاع. بس خلاص.
هكمل بقى. ده المؤشر اللي نقيس عليه الامور. والله ما انا بيني وبين حضرتك ايه، لان هتبقى في بقى اراء وجهات نظر فنيه اللي يحسمها الارقام. انا بتكلم معاك بايه؟ انت بتقول لي يا ممدوح كلمني اقول لك فات الارقام بتقول كذا كذا، صح؟ بس ارقام بتقول ده اقوى خط هجوم ما شاء الله، وده اقوى خط دفاع ما شاء الله، يبقى ما عنديش مشكله. فيطلع بقى حد يقول لك اصل الاهلي عنده مشاكل، يا فندم اي فريق عنده مشاكل، بس المهم السكور عنده عامل ازاي. ترجمها لي الارقام. ماليش دعوه انا بيني وبين سيادتك الارقام، التاريخ بيقول ارقام. ده كلام علمي. ما انا 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 بحك انا دايما بحب دايما اتعامل مع حضرتك بايه؟ لغه الرقم. سيادتك الرقم بتقول الاهلي خلق خط هجوم بلس لاعب خط دفاع سمعهوس، محدش يتكلم تاني. طيب سمعنا طبعا، وده رايي دايما كل عناصر الجهاز الفني، كل المسؤولين في الاهلي وكل اللاعبين، لما بنقول الاهلي ما بيفكرش هيواجه مين، بيفكر كيف سيؤدي في المباراه القادمه. تمام تمام، دي سمات البطل. تمام، لكن بيني وبينك يا استاذ ممدوح، راجل اهلاوي وكناقد رياضي متميز عنده خبرات، ربنا يخليه، مازيمبي، الترجي، صن داونز، هل بتتمنى المباريات الاقصائيه اللي جايه بعد القرعه دور الثمانيه او ربع النهائي على نفس الدرجه تتمنى اي مواجهه منهم مع الاهلي، ولا عندك افضليات وترتيب لهم وليه؟ هقول لحضرتك، شعارنا اللي هو البطوله يكسب اي فريق. صحيح. بس ده بينا ومن بعض. بس على الملأ بقى، انا بعدني عن مازيمبي وبعدني عن الترجي، لان مازيمبي على ملعبه حاجه يعني تعرق الدم. ما بيخسرش على ملعبه، ارقامه حلوه جدا بقاله سنين ما بيخسرش يا فندم على ملعبه. فانا رايح للغربان، هم الغربان لقبهم الغربان. طب ما نواجه مازيمبي عشان نكسر القاعده دي ونعمل اصعب تحدي لينا، هيتحمل الكلام ده؟ يتحمل المسؤوليه ده؟ بس يبقى نهائي مبكر لو وفقنا. هي هتبقى مباراه اسمها نهائي مبكر للبطوله فعلا. مازيمبي حضرتك ما تفضلش مواجهته دلوقتي، تفضل ارجاء عشان كمان مؤشرنا بيبقى صعودي فنيا لحد النهائي. مازيمبي على ملعبه لا يعني، لا معلش يعني الغربان، فبيقعدوا بقى معاك الغربان بقى وجمهور. ابعد فريق حضرتك عايز تواجهه، عايز تواجهه في النهائي لو لو كده في النهائي الحافز والمعنويات وبتاع وروح النادي الاهلي والدنيا وكل حاجه، ما حد بقى انت التلاء ده بالدكتور اللي بعده الترجي وصن داونز. الترجي مشكلتي مع الترجي، احنا كعبين عالي على الترجي، بس انت في شمال افريقيا اخر بطولتين انت مش موفق. فانا برضو اخشى من ده. صن داونز صحيح خسر 5 مرات، لكن احنا معاهم نقدر نتعامل، لان اخطاء الماضي بتاعت لاسارتي لن تتكرر مع فايلر. يعني استحاله استحاله ده على ضمان تاني اللي حصل السنه اللي فاتت مع صن داونز يتكرر تاني، مش ممكن. لكن الترجي احنا كمان الحقيقه بصرف النظر عنها كانت حاله مش داي اوف، داي اوف في اسوأ حالاته للاهلي، ما قدمش كوره على الاطلاق في المباراه اللي كانت هناك اللي خسرناها 5، وكانت شهاده يا جماعه الاراء. لكن كمان احنا فريقنا اتغير، احنا اضفنا فيه كتير كبيره جدا لها تاثير على الشكل. فالترجي على ملعبه مزعج مع جمهوره مع الشد العصبي وحته شمال افريقيا بيقلقني. الترجي اخر بطولتين مش موفقين معاهم، لكن صن داونز بيقول حاجه كده بيلعب كوره. انا ما قلقش من لعيب الكوره بعيد عن التوتر، ما قلقش من ده. انا رحت جنوب افريقيا وكان بيلعبوا الزمالك هناك كسب 4-1. لا جمهورهم قليل وكل حاجه، بس بيلعبوا كوره. حتى منتخب جنوب افريقيا كده بيلعب مباريات مفتوحه. بس ده انا كاهلي اقدر اتعامل مع ده، لكن مازيمبي على ملعبه واو. يعني حضرتك لو بتتمنى افضل سيناريو فنيا لمؤشر الاهلي الفني ان شاء الله الى النهائي في البطوله لو وفقنا في الاستمرار للمباراه النهائيه ونفوز بيها، حضرتك بتتمنى نواجه الفرق بهذا الترتيب. صن داونز ثم الترجي ثم مازيمبي. ابعدني عن مازيمبي في دلوقتي، لان هم بقول لك وانت انا قاعد بتفرج على الجماهير تزعل منك على الكلام. هو مفهوم ليه وله منطقه، بس ممكن الجمهور يزعل من حضرتك. اقول لحضرتك لانه يقول لك الاهلي ما بيفضلش فريق عن فريق في بطوله. ما قلتش كده، هي المساله حياتك ايه؟ في فريق وانت قاعد تعرف تتعامل معاه، دول عاملين زي الخرصه تعرف تتعامل معاهم، معطلنا ليه؟ جامدين قوي على ملعبهم، ما بيخسروش على ملعبهم. فانا لو هعمل ده هناك وهم اساسا دور 8 ونوك اوت يعني محترم، لا هم بيروحوا على الجون بشكل فظيع. وانا مهما كان حضرتك بتتمنى المواجهه دي تبقى والاهلي في اعلى مؤشر له فنيا في انت كيرفك عالي قوي، وصلت لاعلى حاله تعبئه نفسيه للنهائي. بدليل حاجه، انت امبارح ماتش الهلال مع احترامي ما قدرتش ترجم فرص تكتل جوان، فلما اقابل زي فريق زي ده ويضغط عليا مش هعرف اتعامل معاه. لكن لو هو جالي هنا حتى هعرف اعوض لو قدر حصل سكور. وانا بتكلم برضو في كده ليه؟ فريق في ملعبه بيصدر لك توتر، بيصدر لك رعب، ما خسرش على ملعبه يا جماعه. انا نفسي برضو لعيبتنا الكل يبقى مدرك بجد الحاله اللي احنا فيها حاليا، ان احنا لو لعبنا بافضل شكل لينا احنا عندنا حاله فنيه او عدد نجوم في كل بوزيشن في الملعب في كل مركز افضل من كل الفرق اللي حضرتك بتشير اليها دلوقتي. ده حقيقي عشان بنتكلم في قناه الاهلي عشان احنا اهلاويه، بتكلم بالحسابات، وده ما كنتش بقوله في المواسم اللي فاتت. تمام. الفريق ما كانش مكتمل الصفوف بالشكل ده. احنا عندنا عدد اللاعبين الدوليين اكتر
مقارنه بالترجي تحديدا وصن داونز طبعا ما اعرفش كام لاعب من مازامبي في منتخب بلدهم كونغو. لكن عندنا وفره في النجوم قادرين بيها لو كنا موفقين في اي مباراه على تخطي الفرق دي وان احنا نبقى افضل منها فنيا. انت بتتكلم على بقى ايه؟ اتموسفير ملعب، ظروف اقامه، ظروف حكم، حاله فريق في اليوم. حاله فريق مع فريق عنده استعداد يدوس على اي حد في ملعبه. انا كان واضح على ملعب في ملعبهم، في ملعبهم، ملعبهم ده تحس ان هو متحجب يعني ما يخسروش، فده برضو بيزعجني. ارقامهم بتقول كده، ارقامهم حلوه جدا، بقول لحضرتك ما بيخسروش على ملعبه، فده مزعج على ملعبه. لكن الطاقه خسر على ملعبه، كل قاعده استثنائي يا استاذ، اتمنى ذلك. بس انا بتكلم في إيه؟ يمكن لما نكسب بره ملعبنا السنه دي في البطوله نكسب اصعب ماتش واصعب أتمنى. فريق على ملعبنا، ونفتكر اليوم ده. انا قلت لك على حضرتك في اي حاجه ان شاء الله نبقى موفقين لو كنا في حالتنا، عندنا اللعيبه اللي تقدر تحسم اي لقاء، بس يكونوا في التوب فورم بتاعك بس كده. كل لاعب بيلعب بروح النادي الاهلي وبيلعب زي ما احنا تعودنا من نجوم النادي. برافو عليك. انا بقول لك ايه، مازيمبي مازالي مشكلته في اجواء الملعب، في الجماهير اللي بتبقى متعطشه قوي، ضغط العصبي موجود، ضغط النفسي. ده هم الراجل رئيس النادي بتاعهم جايبهم طياره خاصه توديهم هنا وتوديهم هنا، كل حاجه متوفره لهم. رئيس النادي بتاع رئيس النادي بتاعهم رئيس الاتحاد الافريقي خدوا المغرب عشان كان عامل جوله، يعني الناس دي على ملعبهم لا فظاع. فانا بقول لحضرتك انا وجهه نظري ترجع على ملعبه عقب الشراسه اقل حده. سان داونز ناس محترمين ومؤدبين هاديين، ممكن تكسبوا ممكن تعمل كويس قوي، بيلعبوا كوره، مفيش ضغط عصبي، مفيش توتر، مفيش جمهور. لكن انت بتتكلم تصاعدي، لا خلينا مع مازيمبي حد يطلعه اي حاجه، طلعته اي حاجه. طيب يا خلاص، حضرتك قلت انا بفضل مواجهه سان داونز في المباراه الجايه، هي هيبقى لها كمان طعم تاني لان الجمهور عايز يتفوق على الفريق ده، وعايز السنه اللي فاتت السيناريو ده يتم تعويضه فنيا، ان احنا النادي الاهلي يظهر قدراته اللي دايما كنا بنتفوق بيها على فرق جنوب افريقيا. برافو عليك. سان داونز وكايزر تشيفز وكل الفرق اللي كنا بنواجهها قبل كده، اورلاندو بايرتس على ما برافو صح، كايزر تشيفز، اورلاندو بايرتس، كل الفرق دي الاهلي كان بيتفوق عليها في المواجهات مع فرق جنوب افريقيا سواء في الادوار دي او حتى في النهائي. فتكعبك عليهم اللي حصل فاتت مش هيتكرر، يعني مش هيتكرر، استحاله يتكرر مع المجموعه الكبيره الموجوده، مع المدير الفني المحترم الموجود، لا مش هيتكرر. طيب مطمئن لشكل اداره المباريات تحكيميا في الفتره الجايه؟ ايه اللي حضرتك عايز تقول لنجومنا ولاعبينا قبل الادوار الاقصائيه الجايه بدءا من دور الثمانيه او ربع النهائي عن التعامل بذكاء مع التحكيم؟ التحكيم في الكاف او في افريقيا مشكله، حتى رئيس الاتحاد الدولي في انفنتينو كان قال احمد التحكيم عندكم مشكله. ليه؟ انت بتتكلم في حكام برضه لسه عايشين في اجواء الماضي، اللي هو بيتاثر برضه بالملعب ويتاثر بلون البشره، حاجه غريبه يعني. انت في ماتش النجم الساحلي حكم البوتسواني حاله طرد وهدف ملغي مش فاهمش ليه. فانت بتتكلم برضه في تحكيم محترم. انت بتتكلم بقى لعيبه الاهلي خبرات قدرات امكانيات، لا انت اذكى من كده. خلص الماتش ما تحتكش، ما تعترضش بره، يعني ماتش حكم امبارح مطلع خمس انذارات منهم ثلاثه تبع لعيبه الاهلي، فيهم اثنين انا مش شايف فيهم اي حاجه. يعني انا ما اعرفش، يعني اعتقد منهم انذار بتاع خط الوسط بتاع الاهلي واسم ايه؟ ولد اللي هو خط الوسط اللي الاهلي جابه جديد اللي هو اللعيب المالي. لعيب داخل ديانج؟ يعني ديانج واخد انذار، انا مش فاهم خد انذار ليه؟ لكن ايمن اشرف مشكله ايمن اشرف انه احيانا بيندفع وكذا، لكن انت بتتكلم في التحكيم برضه عليه علامة استفهام. هو أيمن أشرف كمان سواء لاعب باك ليفت أو مساك، هو طبيعة أدائه فيها قوة شوية، شراسة شراسة، أحيانا بتسبب لنا فاولات أو إنذارات أو كروت لأيمن أشرف، اللي هو طبيعته فيها حماس وبيأثر على طريقة التحامل مع اللاعبين. ده مش مطلوب بحياتك في الفترة اللي جاية، أنت مطلوب من حياتك تكير جوه منطقة الجزاء بالذات، مطلوب حياتك تخلي بالك في أي اشتراك، أنت الإنذار معناه بعد كده مشكلة تانية في إيقاف. فلعيبة الأهلي مطلوبين بتعاملهم بخبراتهم في نقم الهدوء، وطالما انت مسيطر زي امبارح مش قال هتعمل كل حاجه في الكوره، مش محتاج تعمل فاولات، مش محتاج تطلع الا بقى طبعا تمنع هجمه خطيره، دي حاجه تانيه. لكن لعيبه الاهلي بخبراتهم قدراتهم لا، التحكيم في افريقيا مش هيقدر معاك حاجه. لكن ما جيش تبقى انت راجع ورا 90 دقيقه او 80 دقيقه واتس ايفر الوقت وهي تقول لا اصل انا مش هعمل غلط وبتدي جزاء، استحاله. الحكم برده ما تزعلش مني في اهواء، عشان كده بقول لحضرتك انا مازيمبي خايف منه ليه؟ طخ 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 ضغط هوب، لا يقول لك ده ضربه جزاء ما تعرفش جت منين. فانت بعيد عن ده، اضغط انت من وسط الملعب، امنع من منطقه وسط الملعب بتاعتك ان الكوره تيجي عند منطقه الجزاء بتاعتك انت، خليك في لعبك فنان، خلص الماتش من اي فرصه تجي لك. ليه؟ انت بتلعب دلوقتي مع الكبار، دلوقتي الثمانيه الكبار اللي وصلوا، صح ولا غلط؟ ما فيهاش بقى غلطه، الثمانيه الكبار هم اللي وصلوا، دول انت بتتعامل مع لعيبه محترفه جدا وفرق جامده جدا اسماء، لازم انت ايكوال ليهم، بالعكس ممكن تتفوق منهم بسجلك. لعيبه الاهلي
عندها خبرات كافيه جدا تعامل. التحكيم الافريقي لسه قدامه سنوات عشان يتظبط. الحاجه الوحيده الكويسه عملناها السنه دي حاجات النهائي يبقى في دوله محايده او في دوله اتحاد. ده كويس. يعني حضرتك عايز الامور تبقى فيها حذر شديد في التعامل مع التحكيم جداً. ان ما نديش فرصه لاي حكم عايز يتحمل على الاهلي في اي مباراه. وامور الحسم بقى اللي بتصعب الامور على اي حكم عايز يأثر على نتيجه ماتش. ان انا يبقى عندي طموح اني احرز هدف واثنين وثلاثه سواء داخل خارج ملعبي صح. عشان الغلطه ما تاثرش عشان يوم ما الفريق التاني يتجامل في الكوره وده بيحصل او يتلغي هدف سليم للاهلي او ضربه حره يتجامل فيها فريق او خطا غير مقصود من حكم تمام. ما يبقاش مؤثر على نتيجه المباراه بالظبط كده 3-0 لا 3-1 بالظبط كده مش هتفرق معاك. هي مشكلتك كانت ايه مع الترجي لما خسرت في النهائي 3-0 ان انت ما خلصتش. انت كان ممكن تخلص من مصر من هنا من القاهره او تخلص حتى هناك. فامنع ده كله. انت تتفوق تمسك الكوره مشي الماتش حسب ما انت عاوز يعني دير الماتش. وانا بقول لك الجمله دي رجعت نفسي يا استاذ ممدوح. حتى 3-0 و3-1 للاهلي مع فريق دي ممكن تفرق في الاهداف طبعا. حتى الخطا من حكم واحنا كسبانين 3 ممكن يضر ويؤثر على فرصة لان في مباراه ثانيه فانا ما بعرفش كده. بقول لك انت ايه وانت بره ملعبك خليك شرس واضغط وحاول تجيب جون واثنين ما تبقاش متراجع وحافظ على الشباك عد ما تقدر. لما تكسب 2-1 سي بره او حتى بعد تخسر 2-1 سهل تعوض 1-0 بس هات قاعد سجل. طيب هل احنا محتاجين ولا لا الامبريشن اللي عند اللعيبه نفسها لعيبه الاهلي الجيل الحالي يبقى مختلف عن المواسم اللي فاتت؟ ما انا مش عايز انطباع عند اي لاعب من نجومنا انه رايح ملعب اي فريق او اي منافس فالفريق ده اصله بيكسب على طول على ملعبه. انا عايز يبقى فاكر انه رايح باسم النادي الاهلي وان برده زي ما انا رايح لفريق بيكسب على ملعبه هو هيستضيف النادي الاهلي. تمام. النادي الاهلي اللي اكتملت صفوفه بنجوم لعيبه تقال جدا قويه جدا تمام. فانا نفسي اللعيب يبقى رايح لان ده نص المكسب. برافو عليك. ده كلام يبقى مين؟ مدير فني وجهاز فني ويقعد مع لعيبه لان انت دخلت النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي ايه؟ نادي بطولات. طالما دخلت تبقى انت شربت الخلطه السحريه يبقى انت جاي بطل. انت من افضل اللعيبه طالما النادي الاهلي اختار. خلصانه انت الاهلي بطل يبقى انت جاي ايه؟ نادي الابطال. يبقى انت لما تروح في اي حته انا بطل بلعب بروح البطل بلعب عشان عاوز بطوله بلعب بروح المكسب. هو ده لان انا كجهاز فني بتعامل ازاي؟ بلعب براس حربه بضغط من وسط الملعب ولا بدافع؟ هي دي المشكله. ده تفكير المدير الفني. انت قصدك معلش البرازيل في اي البرازيل طبعا قياس مع الفارق البرازيل في اي بتاع باي ماتش تعمل البرازيل في اي حته راح لعبها في كوكب المريخ بتعمل البرازيل مكسب تكسب يعني البرازيل تكسب ما مش فيش حل تاني. انت بتتفرج على البرازيل البرازيل هتكسب يا عم جبت جرني لاعب ده تاريخ. يعني انا سالت مره مراسل في مجال السوبر اسمه ارنولد برازيلي قلت له كل سنه تطلعوا لنا حد كده كريستيانو نيمار طالع ما هو عندهم مكنه شغاله يطلع لك باليه يخلص يطلع لك زاجالو يخلص يطلع لك روماريو يخلص. هو انا متوقع القرعه هتطلع عكس رغبتك خالص. انا متوقع القرعه تودينا لمواجهه مزايا. ما انا بقول لحضرتك ربنا يستر وان شاء الله. انا ما عنديش القلق ده لاني لان القياس عندي على اداء لاعبين. انا عارف ان اللعيبه تقدر تتعامل مع اي فريق من دول مع احترامي انهم مميزين وعندهم قدرات ومنهم منزنبي رائع على ملعبه زي ما حضرتك قلت وارقامه مميزه. تمام. بس عندي لعيبه تقدر تحسن تقدر تتفوق لو لعبت زي ما احنا عارفين. الثلاث ماتشات الاهلي لعبهم في افريقيا بره ملعبه يقلقوني. الكلام واضح؟ ما انا عمال اجيب لك كده واجيب لك كده. لا صريح. ما انا عاوز اقول لحضرتك كده. استارت من بدايه من ماتش نجم مرورا بالاخ باتيني انتهى بالهلال. انا قلقان. ما هو انت ما ادتنيش الباور والثقه ان اقول لك هنكسر الدنيا. ما انا برضو خلينا نتكلم واقعي مع حضرتك. انا لو عملت بره نتائج عاليه جدا هقول لك اجري على رجل قابل اي حد دلوقتي اطلب لنا الشاي بقى واحنا مطمنين. ما حصلش. انت بره الملعب مع احترامي لا لسه الاداء مش على الملعب بدليل انت اخر 10 دقايق بتوع النجم بتوع الهلال انا بقول لحضرتك كنت قاعد عمال انا قران. انت بتتكلم في ايه؟ قلت يا رب حلق حوش امنع. انا بقول بامانه انا قاعد بقى بتفرج مع اولادي امبارح وليدو مازن قاعدين يا عيني لا اللي بتقوله ده بصراحه يعني انا قعدت امبارح قاعدين كده يعني في ايه يعني في قلق وتوتر غير عادي. فانت بره الملعب ما اديتنيش ده. هو انت اديتني بره شكلي مطمئن وانا بقول لك بلاش زي ما زنبي. هل احنا بنبدا في بطوله افريقيا ماتشاتنا بره ملعبنا افضل مما بننهيها؟ يعني ما بنكملش وما بنعملش فينشنج للمباراه او كلوزنج للقاء بنفس درجه ايجادتنا في بدايته؟ هي الكارثه عندك ان انت ايه؟ دايما عندك احساس بالغربه ان انت بره ملعبك ان انت بره ملعبك ان انت بعيد عن ملعبك. هي ده الاحساس اللي بيوصل لك انت. الاحساس ده عند اللعيبه ما بتفهمش بيحصل ايه. يا جماعه انتوا يعني بتلعبوا في نفس البطوله بس احنا بره مصر. ده المنتاليتي بتاع اللعيبه عندك. لكن اللعيب عندك لازم يبقى عارف ان هو جوه مصر بره مصر هو بطل.
عموما احنا ان شاء الله نكون متفائلين. الجمهور على ثقه، عندنا وفره في النجوم، عندنا اضافات، مجلس اداره بذل جهد كبير جدا، وحضرتك قلت الصفقات اكتر من رائعه جدا جدا. باذن الله نقدر مؤشراتنا الفنيه تكون افضل كمان الله. عندنا ثقه في الشكل اللي ظهر بيه الفريق تحت قياده فايلر من بدايه الموسم، سواء في الدوري او في بطوله افريقيا. ان شاء الله المؤشرات تكون افضل. يعني لو احنا نفسيا لاعبتنا قدرت تثق في قدراتها اكتر وتطبق المطلوب منها اكتر في المباريات الجايه بنفس درجه التركيز، بتهيالي هيكون ادائنا افضل كتير فنيا في المباريات الاقصائيه جدا جدا جدا. لان انت عندك القدرات، عندك امكانيات، عندك الروح، وعندك اداره محترمه، عندك كياس فني. هي مباريات كؤوس خلاص، ما تقدرش تسمع على اثنين دور الثمانيه، ما فيهاش بقى. باذن الله نبقى موفقين ونكون في الفاينل. انا متفائل، انا شخصيا الموسم ده متفائل بامانه. ليه؟ لان كل المؤشرات بتقول ان الاهلي السنه دي مختلف عن الموسم اللي فات. عندك عناصر محترمه جدا، عندك اوراق رابحه محترمه جدا، عندك لعيبه تخلص غير المواسم اللي فاتت. عند يعني محترمي ازارو طبعا مش لو كان ازارو بيغيب كانت الدنيا بتقع. لا النهارده بقى عندي جايه، بقى عندي كهربا، بقى عندي باجي، لا عندي لعيبه. فده مهم، الاستاف عندك كويس باذن الله. يبقى الاداء على مستوى حجم التعاقدات والاسماء والنجوم الموجوده، على مستوى الجهاز الفني الرائع اللي تم التعاقد معاه، او الاضافات الكتيره اللي تمت للفريق، وكلها كانت فعلا اختيارات فنيه جيده. ده حقيقي في فترتين الانتقالات اللي فاتوا وفي الفتره الحاليه. دي رؤيه فنيه كانت محترمه جدا، واداره محترمه جدا انها ما اتاخرتش. ما دي التوليفه بتاعت النجاح. هو انت بتنجح ليه؟ اداره بتفهم، عارفه بتعمل ايه، مع رؤيه فنيه محترمه بتجيب اللعيب في مكان خلاص. شكرا. في جهاز فني بقى بيدير الكلام ده كله. انت محتاج حاجه تاني؟ لا ما بغيبش من دماغي. اجواء التحكيم والكاف والامور الاداريه والتنظيميه وتعاملنا معاها دايما بقلق او حذر. احنا بنتمنى الافضل في اداره المباريات حتى تمنح الفرق حقوق متوازيه او متساويه، يعني تمام، تكافؤ فرص. في تسريبات اجتهادات بتقول انه فاطمه سامورا لن يجدد لها 6 شهور قادمه، ولكن ستواصل المهمه في الاشراف على الكاف من سويسرا. تعليقك ايه على الخبر؟ هو ده لازم يتعمل، لان للاسف الاتحاد الافريقي عنده مشاكل كتير قوي. واحمد ما طلعش احسن من حياته. ما تحس كده الدنيا ما كانتش يعني حياته كان برضو يعني انا ما اعرفش. انا حياته قابلته مرتين، حاجه جميله جدا ما شاء الله، طول وحاجه معظمها. لكن احمد واضح ان لا خبرات ولا عارف يدير. كان في هاي اكسبكتيشنز في الاول انه هيبقى في شكل مختلف. ده احنا صبرت ليه الاخر من اول الاخر. طبعا ده مصر احد الاسباب كانت ناقصه جنبه. لكن للاسف برضو قله الخبره وارد جدا، عدم الالمام بكل الامور وارد. لكن حياته ده كان ولا سهل. في كواليس صعب تغييرها جوه الاتحاد الافريقي؟ يعني في مطبخ يتغير اسم رئيس الاتحاد، لكن تغيير اسم رئيس الاتحاد او شخصه مش كافي، لان لسه في عجله دايره بشكل معين في الاتحاد الافريقي. اللي بيجي بايه؟ بيجي بايه؟ برجالته. احمد جاب رجالته. يعني كتير عام اتغير، شاف امين الصندوق اتغير، كله اتغير. فتى جاي، هو جاي برجالته. لكن هل خبرات احمد زي حياته؟ استعال. هل دماغ احمد زي حياته؟ لا، ده التاني كان وحش، التاني كان سهله بكاميروني، كان 10-10. تصريحات انفانتينو عن الفساد في التحكيم الافريقي وحضرتك اشرت اليها في الحديث. ايه اللي مطلوب في الفتره الجايه؟ ازاي نحمي حقوق الفرق علشان التحكيم ما يتسببش فيه تاثيرات فنيه على نتائج المباريات فيظلم اي فريق، سواء كنا بنتكلم عن الاهلي، طبعا هدفنا الاول هو حمايه حقوق النادي الاهلي في البطوله، او اي فريق اخر نتمنى او شكل البطوله القرارات. انت بشكل البطوله بالظبط. التسائل اللي فاتت طلعت بفضيحه في الترجي والوداد المغربي، لما الماتش فينا في فار وهنا مفيش فار، وقال لك هيتعادل الماتش، وخدنا حكم على الكاميرا دي، وده بيحصل. والمعدات ما وصلتش، واصل الفار هنا مش شغال، اصل هنا السلك اتقطع. ده من ضمن حديثنا، يعني خلينا نتكلم عن فرص الفرق وعداله التحكيم وحق الفرق اللي بتجتهد زي النادي الاهلي في الحصول على تكافؤ فرص في القرارات عشان ما تتاثرش النتائج بقرارات فنيه عكسيه او خاطئه. تمام. في نفس الوقت دور تقنيه الفار في البطوله في التوقيت. طبق الفار، تعمل دور الثمانيه بتطبق الفار عشان تقطع الشك بالوكيل على اي حكم ممكن محترم يتلاعب او يجامل. لان الفار يعني انا لسه كنت فاكر ماتش توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي عندكم هنا، الفار حسب حاجات وبعد حاجات، يعني لا دي طرد بيستحق الشرط، لا ضربه جزاء. فالفار في اطار التحكيم الافريقي المتعثر والمتخبط لا ضروره. مش هل هو ملزم الحكم ولا لا؟ يعني في حكام احيانا بيتكلم بس مع المحكم الفيديو المساعد، الفيديو اسيستنت ريفري، وبياخد القرار. في حكم تاني بيطلع يشوف اللقطه اكتر من مره، في حكم بيخرج في المباراه اكتر من مره، وفي حكم تاني بيكتفي بالتواصل مع المساعد. تمام. هل الكلام ملزم ولا لا؟ وهل يؤثر على قرارات حكم فعلا وجود الفار حتى لو هو عنده رغبه في عدم الالتفات له؟ لا هو مش ملزم للحكم، بس الحكم عارف هو لو كان خطا تحكيمي فادح بيتجازى بعد كده، لان في لجنه حكام وفي مراقبين، ده بيتكتب، فده بيبقى عين على الحكم.
لو انت ما خدتش نوع من الرقيب على الحكم، نوع من الرقيب على الحكم، لو انت ما خدتش ده بقرار الفار بناء على ايه؟ وبالتالي في عندي تقرير حكام ومراقب، ده كله بيتحسب ليه؟ هو يعني بيمثل خط رقابه او خط رجعه للحكم قبل ما يرتكب اخطاء. بالظبط، يعني هقول لحضرتك لو كان الفار موجود ومايكي انرامو جاب الجون بايده كان هيتحسب؟ لا طبعا. طيب لو كان الفار موجود ومحمد بن حنصل في 83 ما حسبش كوتوكو الكوره، كان الفار موجود ومارادونا جاب الجون بايده في كاس العالم؟ لا مارادونا ده حاجه ثانيه بقى. كنت مش عايز الفار يلغي لا مارادونا ده يعمل هو عاوزه، مارادونا ده حكايه تانية. عموما هو بصرف النظر عن الهدف ده هو جاب بطوله فعلا، بطوله كاس عالم لمنتخب بلده. مارادونا ده اجمل حدوته كرويه في العالم. انا متفق معاك تماما. يعني هتقول لي ميسي، محترمنا مشجعي ميسي، وهتقول لي انا بعز بيه جدا وبحترمه جدا، لكن مارادونا ده لوحده حدوته تانية خالص، موضوع تاني خالص، ما جاش زيه وقدامنا لسه شويه، زي ما احنا ربنا يحمي عندنا محمد صلاح ما جاش زيه وقدامنا شويه كتير جدا شيء زيه. في لعيب كده بينور بينور في الملعب ويقعد فترة طويلة، فمارادونا يعمل اللي هو عاوزه، يجيب برجليه، يجيب بايديه، يجيب بدماغه. جاب كاس عالم مع جيل كان متوسط من اللاعبين، هو فعلا خلاهم فريق كبير. ميسي عمل كده؟ لا ما قدرش. بس خلاص، ما انت انا بقول لك ما تيجي تقارن اهلي باي فريق، انت يا عم افريقيا عملت ايه وانا عملت ايه؟ لا الاهلي كبير. هتدخل بقى في الجدل اللي بنسمعه دايما مع محبي ميسي وهم كتير، واحنا طبعا كلنا مجمعين على ان هو كريستيانو من افضل الحالات اللي جت في تاريخ الكوره او المواهب، بس في ناس بتقول ده ميسي ده حدوته مختلفه وبيلعب كوره غير اللي لعبها اي لاعب سابق او قادم. احترام. لا انا الفيصل بينه وبين خالص، الفيصل بينه وبينك ايه؟ انت على المستوى الدولي عملت ايه مع منتخب بلدك؟ هو ده اللي يفرق. وصلتهم لفين؟ عملت معاهم ايه؟ ما انت برشلونه جايبين لك من كل فيلم اغنيه، من كل نادي لعيب جامد جدا بيسند معاك، صح؟ ما اعرفش اسمه ايه دوت الولد اللي جابوه دوت جديد فين فريق ايه؟ في برشلونه، وعند باولو سواريز جنبه اللي هو بتاع اوروجواي، مش عارف يعني جنبه لعيبه جريزمان جنبه، فعنده مجموعه لعيبه بتخدم، صح؟ صح كده؟ انت بقى في المنتخب الارجنتين عملت ايه حضرتك؟ لكن مارادونا واو. لا نهائي كاس عالم 90 و86 كاس عالم و90 وصل الفاينل، صح؟ هو كان في ظروف صحيه صعبه جدا ورجع للمشاركه وضرب الجزاء ظلمه بتاعت كاس العالم نهائي كاس عالم قدام المانيا، فانت بتتكلم في حدوته مختلفه، ده قماشه ثانيه خالص. طيب نرجع للتحكيم الافريقي، فكره ان انفانتينو بعمل تعاقدات احترافيه جديده ل 20 حكم من المتميزين في افريقيا، هل بتعتبر حل مبدئي لازمات التحكيم ولا لا؟ طبيعي طالما الاتحاد الدولي تدخل في الموضوع يبقى بيعمل لك كواليفيكيشن للناس اللي عندك. انا كاتحاد افريقي بقى فين؟ فين الدورات؟ فين المراقبه؟ فين المتابعه؟ واخبار سيادتك فين ان انا لو حكم اخطا قلت الحكم ده اخطا وعقوبته كذا؟ هو ده الكلام يتقال. انا ده دور اتحاد افريقي مش دور اتحاد الدولي، بس لما اتحاد الدولي حط مناخيره يبقى لازم هيشوف في حل، لان التحكيم خلي بال حضرتك ده اهم او عنصر اساسي من نجاح اللعبه او فشلها. ما الحكم لو ممتاز والماتش حتى 50% الماتش يقول لك اه ما الحكم ما حسيناش بيه، الحكم لو الماتش 100% والحكم محترمي 50% لك يا عم الماتش باظ. هي دي النقطه. ده حديث رئيس الاتحاد الدولي عن البدء في تطوير البنيه التحتيه لكره القدم في افريقيا، هل ده حضرتك شايفه كلام عام مطلق شعارات ولا ممكن يطبق وممكن يكون الاتحاد الدولي دور مهم ومؤثر في توجيه الاتحاد الافريقي لتحقيق الهدف ده؟ الاتحاد الدولي دايما بيساند الدول الافريقيه وبيقدم مساعدات. مشروع الهدف اللي عندنا في 6 اكتوبر سيادتك اللي عندي اللي هو هنا يعني 6 اكتوبر، ما هو ده برضه دعم من الاتحاد الدولي. فالاتحاد الدولي دايما وابدا بيساعد الدول الافريقيه. ليه؟ هو يهمه نشر اللعبه والنهوض بيها. ليه؟ باعتبار ان افريقيا بتمثل جزء مهم جدا من اللعبه. انت بتتكلم في 5 منتخبات افريقيه في كاس العالم، بتتكلم في افريقيا عندها لعيبه محترفين بره مكسرين الدنيا، فافريقيا بالنسبه له منجم ذهب. نشر اللعبه فيها وتطورها والنهوض بيها بيمثل جزء مهم جدا من نجاح اللعبه. لكن انا لو تجاهلت كاتحاد دولي، طب ما افريقيا دي بتمثل لي مين؟ بتمثل لي محمد صلاح، ساديو ماني، وتريزيجيه، وبقيه الكتيبه المحترمه المحترفه بره. ما دول افريقيا، صح؟ افريقيا دي ايه؟ اللي هي بطل كاس العالم تحت 17 سنه. افريقيا دي ايه؟ اللي بمحترامي توصل كاس عالم وتقدر توصل دول 4 زي ما غير عامل. فافريقيا هو يهمه افريقيا، بالعكس ده احنا بيهتم بافريقيا بشكل محترم عن بقيه قارات العالم زي استراليا او اسيا. راي حضرتك ايه يا استاذ ممدوح في تاجيل حتى الان اعلان البلد او الاستاد والملعب اللي هيستضيف نهائي دوري الابطال افريقيا؟ ما ده في اطار برضو التردد والايدي المرتعشه في الكاف. انت بتتكلم بقول لحضرتك حياته كان بيقول شمال يا جماعه كل شمال، يمين يا جماعه كل يمين. احمد احمد ما عندوش ده، احمد احمد ما عندوش ده،
لكن هل استادات مصر قريبه ولا لا، وهي الاقرب ولا لا؟ استاد القاهره من الحسابات دي هو موجود فين بعد النجاحات اللي حققناها تنظيميا وفي تطوير البنيه التحتيه والملاعب والاستادات والتامين وكل شيء اللي شفناه في كاس الامم الافريقيه ثم في كاس الامم للمنتخبات الاولمبيه؟ هما خايفين حياتك يختاروا مدينه فتبقى يوصل فيها حد يعني من دي المنتخب. بس ده لازم يحصل يعني في اوروبا بيقول لك ايه يوصل فيها حد من الانديه، يعني انا مثلا كمصر يطلع مثلا ان شاء الله ان شاء الله الاهلي مثلا ومعاه مثلا يعني الزمالك مثلا يعني، فيقول لك لو قلت القاهره فيقول لك ده مختار القاهره عشان كذا. هم في اوروبا بيعملوا ايه؟ يقول لك سي مثلا مدريد ايه تستضيف البطوله، صعد بقى ريال مدريد ملوش علاقه هيصعد اتلتيكو مدريد ولا لا. مدريد اي حد في مدريد ملوش دعوه، لكن هو عنده في الكاد قلب من دي ليه؟ هو خايف وعاوز مدينه محايده يا فندم، مش هينفع لازم تحدي من دلوقتي. هقول لك مثلا سي مثلا المغرب كذا، طلع بقى الوداد مع الاهلي ان شاء الله، طلع مثلا سي مع الاهلي، اي حد مع الاهلي مش قضيتي انا بقى، خلاص حددنا الملعب انا كاهلي وافقت، انا كاهلي ما اقدرش اتكلم. تتمنى النهائي يكون في القاهره؟ اه طبعا الاعلان ده هيكون حافز اكتر لفريقنا وان شاء الله كل اهلي وان شاء الله برضو مع الزمالك ان شاء الله ان شاء الله. لا ده اه طبعا احنا بنتكلم عن البطولتين دوري الابطال والكونفدراليه. اه يعني اتمنى يعني هو لو حد قال مثلا القاهره بعد النجاح ما شاء الله احنا عملناه في كاس افريقيا للكبار او حتى الاولمبياد تحت 23 سنه وتعمل ده عندك، لا انت العلامه الكامله لمصر كده، انت كده لا انت كده عكس. اعتقد انه كتطوير وبنيه وتجهيزات ملاعب احنا الاحق في افريقيا يا فندم. انت عملت نقله نوعيه غير مسبوقه في المنشات بتاعتك، سواء من ناحيه وزاره الشباب والرياضه اشرف صبحي او سواء ساحه الدوله، لا انت عملت نقله غير طبيعيه. القاسي والداني بيحلف بيك، والتتويج بتاعك ان 2021 عندك كاس عالم اليد فيها 32 منتخب اول مره تحصل. النسخه اللي بعد كده ثلاث دول بتنظمها كاس عالم اليد، والنسخه اللي قبل كده نظمها دولتين امريكا والدنمارك. فالتعامل ده شهاده لمصر على قدرتها على الاستضافه. بتتكلم في ايه؟ دي مصر بقى. فانت لما يجي عندك نهائي افريقيا يعني دوري ابطال او الكونفدراليه، لا انت مش بحد بيجاملك، ده حق مكتسب ليك. تفتكر ده هيحسم خلال قد ايه؟ اعلان اعتقد ممكن يعني لو في كلام يبقى في القرعه، يعني لو الكلام كده يبقى في القرعه الجايه دي. هقول لك والله النهائي في كذا، يعني انت بتتكلم في ثمان منتخبات دور 8 4 نهائي مش محتاجه. في الدقائق القليله المتبقيه من عمر اللقاء، شايف ازاي طريقه الشيفتنج المطلوبه من الجهاز الفني واللاعبين للتركيز سريعا مره ثانيه على ملف الدوري اللي احنا الحمد لله متصدرين ومتفوقين فيه حتى الان بالعلامه الكامله، ومباراتنا امام بيراميدز يوم الخميس المقبل ان شاء الله؟ ماتش بيراميدز ده مهم جدا، مهم جدا نفسيا ومعنويا وكل حاجه بامانه، لان طبعا بيراميدز الموسم اللي فات كان كعب على الاهلي، الاهلي ما كانش في حالته. فانت ماتش بيراميدز بالنسبه لك هو الكريمه بتاعت الانتصارات اللي فاتت، يعني مع احترامنا كل الفرق اللي فاتت تتويج لجهود الاهلي في الدوري من بدايه الموسم. الشطاره بقى تبان، احنا دلوقتي بنتكلمنا الاهلي ما شاء الله علامه كامله في مباريات. بيراميدز ده بقى مفصل القضيه، انت بتلعب مدير فني محترم اسمه تيتي مش عارف تشيتش كده على بعض كده حد من كرواتيا، مدير فني محترم مع موجود لعيبه محترمه. فانت الاهلي جديد هنعمل ايه بقى؟ ما حدش يقول اصل احنا بطلك ده مرفوض. حدش يقول اصل احنا لا، لانه كل مباراه بنكسبها بتعلي سقف طموحات الجمهور انه عايز مكسب في كل المباريات في الدوري. لا وبيراميدز بالذات لا، يعني اعمل يعني التعادل مع اي فريق او اعمل الا بيراميدز علشان اللي حصل الموسم اللي فات، لان انت الموسم اللي فات خدت خبطتين مالهمش اي لازمه من بيراميدز، فما ينفعش بقى. وكان الكلام ده في الكاس كمان، فانت لا صعب، خصوصا ان بعض المباريات دي احنا بدانا فيها بالتهديف، كنا متفوقين 1-0 في الشوط الاول والنادي الاهلي متعود انه بيكمل المباراه متفوق فيها، برافو عليك، وبدا بالتهديف. فانت بيراميدز ده مواجهه انا بعتبرها تقيله عن مواجهه الزمالك. بالنسبه للدوري انت ماشي فيك كويس قوي، ابدا بس فعل الاوراق اللي عندك، كهربا اليوباجي ابدا اديهم فرصهم، لان هم بالنسبه لك بيمثلوا تقل على الدفاع اللي قدامك. يعني لما يكون المهاجم عندك شرس وبالبلدي كده هجام، يعني بادجيو بيفكرني برونالدو بتاع البرازيل بتاع زمان. اكيد هيبقى في حماس لانه لجنه التخطيط يعني وفايلر والرؤيه الفنيه في اختياره وامكانياته والاهداف اللي شفناها له في مبارياته اللي فاتت قبل وجوده في النادي الاهلي بتشجع كلها الاتجاه ده مشاركته الفتره الجايه. برافو عليك. فانت محتاجين النوع ده ليه؟ انت محتاج تبقى فعال طول ما انت فعال في خط الهجوم، في اللي قدامك بيبقى قلقان ليه؟ عارف ان انت عندك وحوش في الملعب. عندك سؤال اخير بس مش عارف صعب ولا لا، هل ممكن نحتاج ان الجهاز الفني يبقى عنده حساباته برضه انه عايز يريح بعض النجوم وعايز يريح مش في الماتش اللي جاي ده كي بلاير؟ ما انا هكمل مش الماتش ده سمعت بس. وجهه نظر طيب. بس لو فايلر بيفكر بحسابات احترافيه بحته، انه عنده النهارده الدوري هو متفوق فيه وان عنده مجموعه لعيبه ممكن يريح منهم عناصر وانه قادر لمجموعه اخرى
قادر على الفوز على بيراميدز من وجهه نظره؟ طيب. هل اريح لعيبه انا معتمد عليهم ككي بلايرز في دوري الابطال ولا استهلكهم؟ لا باش الماتش ده يعني. بص حضرتك اي ماتش لو حتى ماتش باش الماتش ده الماتش ده معلم مع جميع الاهلي الموسم اللي فات، فهم حاسين الماتش ده ليه وضع خاص، يمثل بطوله خاصه واللعيبه خاصه في بيراميدز واللعيبه دول معاه في حجمهم قد ايه بالنسبه للاهلي. مفهوم مفهوم. بس فانا بتكلم في ده، بقاش الماتش ده يعني الماتش ده حضرتك عايز القوام الاساسي لقوه الفريق كلها، مش عايز يعني عايز تغيير في اضيق الحدود. عاوز اقول اللي حصل الموسم اللي فات ده كان هفوه وسقطه ولن تتكرر. بعد كده بقى تخسر من سلسل الايام ما احترمنا ليهم، خسر اي حد مش فارقه معايا الا بيراميدز. تمام الاجابه اصلا. اسعدتنا وجودك معانا الناقد الرياضي الاهرام الاستاذ ممدوح فهمي، شكرا جزيلا لك لحضرتك وجودك معانا. ربنا يخليك محمد، ربنا يخليك. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لختام هذا الحوار وهذه الحلقه من حلقات الاهلي ليله، بشكر حضراتكم على المتابعه والى اللقاء.